أرحب بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة في من القاهرة، والتي تبدأ معكم من الآن وتستمر قرب منتصف ليل القاهرة. النهاردة هيكون لنا فيها وقفتين حواريتين وأيضا عدد من الأخبار اللي بتمر بينا على أبرز أحداث اليوم. الوقفة الحوارية الأولى في من القاهرة بتتحدث عن أفاق كبيرة للاستثمار ما بين دولتين صديقتين، مصر وألمانيا. مصر وألمانيا وفرص الاستثمار، ومنتدى الأعمال المصري الألماني المنعقد بالقاهرة والذي افتتحه المهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة، والسيد بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني. هذا المنتدى وأفاق للتعاون في العديد من المجالات، بالطبع الطاقة، في مجالات السيارات، في الثروة المعدنية بشكل عام، ومشاركة من ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية. إذن بنتحدث عن هذه الشراكة وأفاق التعاون المستقبلي سواء مع ألمانيا كدولة عضو أساسي ورئيسي في الاتحاد الأوروبي، وما بين مصر التي سترأس الاتحاد الإفريقي في غضون أيام قليلة لهذا العام. الحديث مع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة في الوقفة الحوارية الأولى. الوقفة الثانية بتتحدث عن الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة المتجددة في مصر وإدارة منظومة الري والحرص على تقديم تكنولوجيا الطاقة المتجددة كأحد البدائل المستدامة للتغلب على مشكلة الطاقة وتوفير مياه الري. مشروع جديد قام به وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي خلال افتتاحه المرحلة الثانية من محطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة البحيرة، و استهدف من خلال هذا المشروع تغطية احتياجات الري لحوالي 500 فدان بتمويل واضح من هذه التقنية. وأوضح الوزير أن المشروع بيعد نقلة نوعية لطرق الري الحديث في مصر. إذن الطاقة الشمسية وبدا استفادة مصر منها والفرص المتاحة والقيمة المضافة لهذه الطاقة النظيفة والمستدامة مع دكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في الوقفة الثانية. أولى أخبارنا مع تأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي على علاقات المودة والروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع ما بين مصر والإمارات. أشاد حاكم الشارقة بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وسياساتها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكدا سيادته ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك. كما أكد السيد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر، والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر تقدير تجاه مصر. ومن جانبه وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشكر للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة لدى سموه. كما أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. كذلك عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا وزاريا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تناول الاجتماع آخر متابعة لآخر تطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبرى بالدولة.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها حاليا. كما وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، مشددا على تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض الكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعي والإنتاجي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الرئيس السيسي بقصر الاتحادية مع القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد وبمشاركة المحافظ اللواء عادل الغضبان. في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين بمحافظة بورسعيد، فقد اجتمع سيادته باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة وبمشاركة السيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين. وفي هذا السياق استعرض محافظ بورسعيد أبرز الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ عام 2014 في جميع المجالات، موضحا أن إجمالي قيمة الاستثمارات التي تمت بالمحافظة بلغت حوالي 462 مليار جنيه في العديد من القطاعات. وفيما يتعلق بجهود الدولة لتطهير بحيرة المنزلة، وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل الجاري لرفع كفاءتها وتطويرها وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت مساحتها بسبب التعديات على مدار العقود الماضية. وأكد السيد الرئيس أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على البحيرات التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديا وسياحيا لصالح الشعب المصري. كما استعرض محافظ بورسعيد تطورات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل والذي سيبدأ بالمحافظة، كما أوضحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمحافظة، فضلا عن الانتهاء من المسح الطبي لنسبة 65% من إجمالي سكان بورسعيد، مستعرضة جهود الوزارة لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وفي هذا الإطار شدد السيد الرئيس على ضرورة إعداد وتجهيز المنشآت الطبية والصحية بالمحافظة ورفع كفاءتها طبقا لأفضل المستويات والمعايير العالمية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، مشددا على ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض التكلفة، مؤكدا سيادته على حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة سبل الدعم لنجاحها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عماد البرش وكيل مديرية الإسكان ببورسعيد. برحب بحضرتك مهندس عماد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. اجتماع موسع مع محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية المختلفة داخل المحافظة، ونتحدث عن إنجازات في بورسعيد. إذا حدثني عن قطاع الإسكان وأبرز الإنجاز فيه. الحمد لله النهاردة أحب أقول أبدأ بس أن الاجتماع كان موفق جدا جدا، وإحنا راجعين كل المواطنين بورسعيد سواء الشباب أو الجهاز التنفيذي أو سيادة المحافظة راجعين إيجابيين جدا من المناقشة مع سيادة الرئيس، واللي اتضح أن إحنا أن هو عارف كل حاجة وكل موضوع إحنا بنتكلم فيه ودرسه كويس جدا جدا، والحل كان بيحاول يصل لنا الحل وإحنا موجودين.
بالنسبة للمحافظ بورسعيد، إن زي ما سعد قلت من شوية إن بلغت التكلفة الإجمالية لكافة الأعمال اللي تمت في 4 سنين منذ من 2014 لغاية وقتنا الحالي حوالي 462 مليار 340 مليون، داخل فيهم مشروع تنمية شرق بورسعيد. نعم. إحنا في قطاع الإسكان بيتم التنسيق بين المحافظة ومديرية الإسكان بورسعيد ووزارة الإسكان في القاهرة للمشاريع المختلفة، منها مشاريع الإسكان الاجتماعي بمراحله المختلفة الأولى والثانية والثالثة، مشاريع الإسكان التعاوني، مشاريع الإسكان الكراسة الزرقاء، مشاريع الإسكان الكراسة الزرقاء في شرق بورسعيد واللي بتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. طبعا المشاريع دي كلها داخلة في إطار محافظة بورسعيد بتكلف المرافق الخاصة بيها وبيتم التنفيذ على حساب وزارة الإسكان. الموضوع ان الاعمال والتكلفه النهارده واللقاء شمل ما شملش الموضوع الاسكان في حد ذاته بس، كل انجاز المحافظه بالظبط كده بالظبط كده، وشمل كمان التوجيهات وتوصيات سياده الرئيس بحاجه مهمه جدا جدا، مشاريع تنمويه كتير قوي قوي، بحيث ان هو افاده جميله جدا انه تدلل كافه الصعاب وحل المشكلات اللي تواجه المحافظه مع كافه الوزارات والاجهزه المعنيه. وده هدف الاجتماعات الموسعه لسياده الرئيس مع المحافظين، يعني سبق محافظه الوادي الجديد، نتحدث الان عن بورسعيد، وما زال هناك اجتماعات مقرره مع عدد من المحافظين والمحافظات المختلفه. بالظبط كده، والاحلى من كل ده ان سعادته النهارده لما اتعرض قصاده المشاريع وتكلفتها وعد ان هو يزور بورسعيد خلال الشهور القادمه ويمشي في المشاريع دي ويلمسها بنفسه علشان يشوف مدى الانجاز فيها. وكمان اللي اهم من كده ان هو صدق لنا سعادته النهارده بحاجات وبمشاريع هايله جدا 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 تساعد المحافظه في الفتره المقبله، منها تنميه منطقه غرب بورسعيد، منها تخصيص محطه محولات جديده لان هنفتح محطه محولات كهرباء واحده بورسعيد، منها نقل الحياة إلى شرق بورسعيد، لأن دلوقتي فيه إن شاء الله في خلال إبريل هيتم التشغيل التجريبي للأنفاق، هيبقى أنفاق وكباري عايمة، أصبح ما فيش عزل بين شرق بورسعيد وغرب بورسعيد، ففتح الاتجاه لاستثمارات وجذب استثمارات جديدة لشرق بورسعيد. أشكرك جزيل الشكر المهندس عماد البرشا وكيل مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من ضبط 4 تشكيلات عصابية للجريمة المنظمة، ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس ووفاء من مصر بتعهداتها الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار. أكدت معلومات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية. سيادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا أستاذ هبة، أهلا بحضرتك. أهلا بك سيادة اللواء. جهود مشتركة هيئة الرقابة الإدارية وزارة الداخلية والنيابة العامة، القضية الشائكة الهجرة غير الشرعية وهذه التشكيلات العصابية التي تم ضبطها فعليا، في أي إطار تضع هذه الجهود؟ والله يا أستاذ هبة يعني البيان كمان في حاجة كده أنا عايز أقول لحضرتك عليها. اتفضل يا فندم. علشان نبين قوة المعلومات والتنسيق وخطورة الجريمة اللي اكتشفوها. إيه هي؟ أولا الأربع عصابات اللي بيتكونوا من 71 متهم، أدي أول حاجة 71 متهم، قاهرة، جيزة، أليوبية، غربية، بحيرة، كفر الشيخ، في 6 محافظات. عملوا إيه؟ هنا بقى الكلام بقى اللي أنا عايز أقوله لحضرتك. إيه المستندات اللي زوروها؟ شهادات جواز، شهادات جماعية، عقود زواج، شهادات جماعية، شهادات ميلاد، شهادات حسابات بنكية مزورة، وبعدين وكلها بالشهر العقاري. ليه؟
وبعدين الاخطر من كده بقى يا استاذ هيبه عشان الساده المشاهدين بس يعرفوا الله يعني قد ايه الخطوره، تزوير محاضر في اقسام الشرطه وتزوير احكام ضد اللي هم هيهاجروا بهجره غير شرعيه. الاحكام دي بتقول ايه؟ عشان تكشف ان مصر القانون فيها جائر، ان دول مضطهدين سياسيا ودينيا، يقوموا يقبلوهم لاجئين سياسيين وياخدوا معونه من منظمات حقوق الانسان. نعم. شوفوا يا جماعه الخطوره. طيب بقدر يا استاذ هبه اتحدث عن هذه الضربه القويه الرائعه اللي كشفت التزوير من اخطر ما يمكن، ويمكن كمان لو نشرته على الشاشه الادوات اللي ضبطوها قد ايه، جوازات سفر واختام وكلاشيهات وشهادات والى اخره، بقدر ما هي قويه جدا، بقدر ما انا عايز اقول للساده المشاهدين اللي اقدم على حاجه زي كده ودفع فلوس وبعدين انت خلاص انت فلت وقدرت تطلع ما شاء الله بالجواز المزور وبالمستندات المزوره ورحت بره، بره بقى هتشتغل؟ هتشتغل ايه؟ هياخدوك لاجئ سياسي؟ طب لو اكتشف امرك هناك، لو اكتشف فرضا اكتشف امرك هناك وانك انت مزور زي ما بعض وقائع اكتشف تزوير لما راحوا في 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 المانيا او في لندن تقريبا، طب يبقى بعدين وهتيجي مطرحه. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ النهارده ده لو وصل الدولة. من الاساس ده لو وصل الجهه المنشوده بالنسبه له من الاساس ده الله ينور عليك. ولو انت كمان ما جابوكش من قاع البحر، يعني اللي انا عايز اقوله من البدايه غلط. انت طالع بشهادات مزوره، الله اعلم انت في البحر هيحصل لك ايه. العصابات دي خدت فلوس مش باقي عليك، وبعدين انت بره بقى هيكون مصيرك ايه؟ يا اباء ما تسمعوش كلام اولادكم، واللي باع الجاموسه بتاعته واللي باع قراطين ارض علشان تعملوا معاهم كده ما تمشوش وراهم. الرئيس النهارده والدوله بيتجهوا الى الشباب، وبعدين في الوقت نفسه والله الذي لا اله الا هو، لو انت اشتغلت هنا ب 1000 جنيه في الشهر زي بعضه احسن يا اخي، من خرج من داره سلم مقداره. ليه ترمي نفسك الى التهلكه اساسا من اول خطوه من التزوير عشان واحد نصاب بياخد فلوسك وبعمله صعبه ولا من غير عمله صعبه ياخد فلوسك ويضحك عليك ويقول لك يلا فلتذهب الى الجحيم. الله ينور. انا بشكر حضرتك طبعا يا سياده اللواء، وبنشكر جهود مشتركه للداخليه والرقابه الاداريه وكمان بطبع النيابه العامه، واكيد المساله محتاجه المزيد والمزيد من التوعيه في وسائل اعلام مختلفه لهؤلاء الشباب. انا بشكرك جزيل الشكر سياده اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق. 35 طن من لحوم الهدي والأضاحية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر مجانا لتخفيف الأعباء المعيشية عن كهل الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظة. كان صندوق تحيا مصر استقبل بميناء سفاجة البحري حاوية تتضمن 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي قادمة من المملكة العربية السعودية تنفيذا لمشروع الأضاحي الذي أعدته المملكة للاستفادة من هذه اللحوم. من جانبه أكد المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن الصندوق يوفر لحوم الهدي والأضاحي للعام الثاني على التوالي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية السعودية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وأضاف أنه تم كذلك تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها والأسر الأكثر احتياجا. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، واعتبى وذلك اعتبارا من 11 فبراير الجاري يعني تاني يوم أو ثالث يوم في انتظام الدراسة في الترم الثاني، مؤكدا أن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم خدمة تعليمية مرتفعة المستوى لكي يصبح مستقبل الطلاب أكثر إشراقا وتميز ومواكبة لتطورات
العصر الحديث. قال الدكتور طارق شوقي في حوار مفتوح مع مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية أن الوزارة حريصة على حماية أبنائها الطلاب من مأساة الحفظ والتلقين، وأن تعادل الشهادات اللي بيحصل عليها الطالب بالشهادات الدولية تكون بنفس مستوى الجودة من خلال نظام مطور للتعليم المصري. طيب، مزيد من التفاصيل عن خبر الأضاحي والهدي وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية من صندوق تحيا مصر ينضم إلي الأستاذ محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. ترتيبات مختلفة تسبق عيد الأضحى المبارك، وصندوق تحيا مصر بيشارك فيها بقوة. حضرتك اشرح لنا تفاصيل الحصول على هذه الأضاحي وإزاي هيتم التوزيع. هو الحقيقة صندوق تحيا مصر بينفذ عدد من البرامج ضمن محور الدعم الاجتماعي اللي بتتبنى رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات. توفير لحوم الهدي الحقيقة كان ضمن البرامج دي اللي الصندوق قام من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإبرام اتفاق مع بنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، واللي بيستهدف الاستفادة من لحوم الهدي علشان نوفرها للفئات الأكثر احتياجا. الحقيقة صندوق تحيا مصر من خلال مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة بيسعى دائما لدعم هذه. احنا كان لينا تجربة بداية من 2018 من خلال مبادرة اسمها بالهنا والشفاء. المبادرة دي بتستهدف توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا، ونجحت خلال الفترة اللي فاتت في ان هي توفر المواد الغذائية لأكثر من 5.5 مليون أسرة، بالإضافة ل 500,000 أسرة وفرنا لها لحوم الهدي والأضاحي ضمن الاتفاق سلف الذكر. طيب، ده بيتم في الموسم فقط، يعني في عيد الأضحى المبارك، ولا بيتم إيصالها إلى مصر وبالتالي بيتم التوزيع على مدار السنة مثلا؟ هو لحوم الهدي اللي وصلت لينا كانت 200 طن، دول اللي تم توزيعهم خلال الفترة اللي فاتت. لكن على مدار السنة الحقيقة مبادرة بالهنا والشفا بتوفر المواد الغذائية سواء اللحوم أو الدواجن. زي ما قلت لحضرتك هي وصلت ل 5.5 مليون أسرة، وطبعا ده بيبقى على مدار السنة. ده بناء على قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن مثلا أو أي الجهات اللي ممكن توفر لكم المعلومة للأسر الأكثر احتياجا؟ شعار الصندوق هو نتشارك. احنا كل منظمات المجتمع المدني هي شركاء للصندوق تحت مصر عشان نقدر نصل لأكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر. دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة في من القاهرة. حوارنا المفصل بعد قليل يبدأ معكم، وعن شراكة استثمارية بين مصر وألمانيا وأفاق للتعاون. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ضيفا كريما معي بعد لحظات.